ولمتابعة أكثر تفصيلا بينضم إلينا عبر سكايب من كييف الدكتور عماد أبو الرب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار. بعد تحية لك يا دكتور، يعني بنظرة عامة حول هذه التصريحات، كيف تقيم الآن الوضع في أوكرانيا؟ تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. واضح أن الوضع مع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث بالتأكيد يعني هو أضاف عبء كبير على المواطنين الأوكران، إضافة أيضا إلى المواطنين الروس. ناهيكم عن التضخم الاقتصادي والمشاكل في البطالة والمشاكل في النمو الاقتصادي وغيرها من أمور، ولكن على الواقع خلال الفترة الماضية شهدنا نوع من التقليل الجزئي للهجمات الروسية، خاصة أن أخطر الهجمات ليست الطائرات المسيرة، لأن أوكرانيا باتت لديها عدة تقنيات تسقط هذه الطائرات، وإن كان أثار يعني حطام هذه الطائرات قد يتسبب بالتأكيد في إضرار في البنى التحتية سواء لمناطق مدنية أو غيرها. الأخطر دائما هو انطلاق الصواريخ، وأوكرانيا ضغطت باستهداف كثير من السفن الحربية داخل البحر الأسود، مما جعلها الآن تبتعد عن أن تكون يعني لها تأثير وهجمات مباشرة. وتم يعني التقليل الكبير والملحوظ من هجمات السفن الحربية الروسية، ولكن استمرت على خط الجبهة، على كامل خط الجبهة، استهداف المناطق خاصة يعني بها خاركوف، زاباروجيا، خيرسون ومناطق أخرى مثل سومي. لكن مع كل ذلك هناك تغير نسبي ملحوظ، وهناك لا أسميه هدوء ولكن تقليل من حدة وكم الهجمات الروسية، وهذا ربما تمهيد للجلوس للتفاوض بين الجانبين مستقبلا. يعني كيف تقرأ هذا التفاوض بين الجانبين دكتور عماد، خاصة وأنه يعني هناك تصريحات من الجيش الأوكراني بأنه يعني هاجم مطار عسكري روسي، هل برأيك يعني لم ترد روسيا على هذا الهجوم إذا صح؟ في حالة فعلا وصول الطائرات المسيرة الأوكرانية لمناطق حساسة لروسيا بما فيها المطارات العسكرية أو مستودعات الذخيرة أو مستودعات الوقود، عادة ما ترد روسيا خلال يعني أيام قليلة، ونحن اعتدنا على ذلك هنا في العاصمة كييف. وبالتالي يعني الأمر بكل الأحوال لا أعتقد أنه سيعيق مسار التفاوض، الذي ربما هناك جلسات غير مباشرة موجودة واقعيا غير معلنة، ولكن في الأيام القادمة والمرحلة القريبة بالتأكيد ستكون هناك جلسات معلنة بين الجانبين. وبالتالي أوكرانيا واضح أنها مستمرة إلى حين وجود إيقاف دائم للحرب، مستمرة كذلك بصد الهجمات الروسية من خلال الطائرات المسيرة. أوكرانيا تركز، وهذه قدرتها الأساسية، ليس إطلاق صواريخ، إطلاق طائرات مسيرة قد تكون بعضها حتى زوارق حربية بحرية داخل البحر على أهداف سواء جسر القرم أو سفن حربية أو في المناطق داخل روسيا أو المناطق المحتلة مؤقتا. فبالتالي الواقع لا زال للأسف خسائر بين الجانبين، وفي الجانب الأوكراني بالتأكيد يعني في الأرواح وفي الأضرار المدنيين من هدم بيوتهم ومزارعهم وغير ذلك. فبالتالي الواقع لا زال مؤلم، ولكن كما قلت في بشائر، هناك بشائر لانطلاق مفاوضات جادة بين الجانبين. على ماذا سوف تسفر هذه المفاوضات إذا استطعنا أن يعني نضع سيناريوهات دكتور عماد؟ باعتقادي بداية لابد أن نستفيد من التجارب المبادرات الوساطات السابقة التي كانت، والتي ربما لم يكتب لها يعني النجاح أو الوصول لهدفها بسببين. السبب الأول قد يكون أن كل دولة، ويعني روسيا وأوكرانيا، كانت تراهن على أنها ربما تستطيع في المرحلة القادمة حسم عسكري للمواجهة، وبالتالي الآن هذا الخيار أصبح يعني صعب بشكل كبير، يستحيل لأي جانب أن يحسم المعركة في ظل التعقيدات الموجودة، وفي ظل أن كل دولة تحصل على يعني امتيازات أو شراكات مع دول حليفة تصنع أو تبيعها أو تورد لها بعض المنتجات. والخيار الثاني والسبب الثاني ربما الذي لم يتح
للمبادرات السابقة بما فيها المبادرة الإفريقية، والتي لازلت أعتبرها الأقرب لتحقيق مقاربة بين الجانبين، كان هو مسألة أنه لم يكن هناك حديث مباشر عن يعني كيفية إنهاء الحرب، بحيث تخرج روسيا بماء الوجه وتخرج أوكرانيا بماء الوجه. الآن الظروف مواتية أكثر، وبالتالي باعتقادي إذا كان هناك جهود وحرص لوسطاء على إنجاح أي مبادرة، لابد أن تنطلق وترتكز على النقطة الأساس والجوهر، وهي أن يكون هناك عروض يقبل بها الجانبين، غير نمطية غير عادية، تحاول أن توازن بين حفظ الأمن القومي الروسي وحفظ الأمن الأوكراني، إضافة إلى إيجاد آلية لحكم المناطق التي تم احتلالها، سواء باستعادة جزء منها سلميا والتوافق على الأراضي التي يمكن أن يكون لها إدارة جديدة بغير الإدارة النمطية الحالية، سواء اعتبرت أراضي محتلة مؤقتا أو أراضي تعتبرها جزية روسيا أنها أصبحت جزء منها بقرار الدوما الذي تم التصويت عليه سابقا. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، كنت معنا من كييف الدكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا يا فندم، وهذا النقاش.